النبي صلى الله عليه وسلم دخل على السيدة عائشة بعد ما أبو سفيان رجع وقال جهزيني للقتال، جهزي لبس القتال، وسأقول لك شيء لا تخبري به أحدا، الوحيدة اللي حيكتمها على سر هو طالع فين. قالت ماذا يا رسول الله؟ قال غدرت مكة حكلها كذا 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 كذا، أنا طالع أفتح مكة. إيه ده؟ استأمن واحدة سر على سر حربي؟ ما قالش للرجال وقال لامرأة؟ يبقى نظرة النبي للمرأة شكلها إيه؟ يبقى الستات، لو الناس اللي فاهمة حكاية ناقصات عقل ودين مش ممكن يكون النبي يقصد إنها مخها تعبان ويقول لها، مستحيل، صح ولا لأ؟ وإلا يبقى تناقض، يبقى ناقصات عقل ودين ما تعنيش كده. يبقى ده كان يوم العيد والنبي كان بيداعب النساء، بيهزر مع الستات يوم العيد، ده قصة تانية وموضوع تاني وما يقصدش بيها كده. وإذا كان يقصد، يقصد مش ناقصات عقل ودين ان انت مخك تعبان، انما يقصد ان العاطفه بتغلب شويه وناقصات دين ان بيجي لك ايام نقص في الكم مش في الكيف يا اخوانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدليل ان انت يا عائشه انت اللي هيبقى معاك السر الوحيد. السيده عائشه تبدا تجهز لبس القتال، يدخل ابو بكر، ابو بكر حس ان في حاجه، في 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 مشكله ما، وابو سفيان مجيته دي مش طبيعيه، ايه الموضوع؟ فيدخل على السيده عائشه اللي هي بتجهز لبس النبي صلى الله عليه وسلم للحرب. فقال أتجهزين النبي للقتال؟ قالت نعم. فقالت أيريد القتال؟ هو سيدنا أبو بكر عايز يعرف من السيدة أيريد القتال؟ قالت نعم. فقال لعله يريد الروم، كأنه بيكلم نفسه عشان هي ترد تقول له أنتوا عارفين الستات، وتقول له لا لا غلط ده هو رايح، لعله يريد الروم. تقول فابتسمت ولم أرد. فقال أو لعله يريد هوازن فابتسمت ولم أرد. ثم نظر إلي وقال ألعله يريد قريش؟ فابتسمت ولم أرد، ثم قمت من أمام أبي، فترك البيت مغتاظا وخرج. شفتوا السيدة عائشة ما بنطقش أبدا، مش إيه بس ما تقولش لحد، هقول لك بس عشان أنت أبويا بس. شفتوا السيدة يا ستات، شايفة كتمان سر الزوج؟ ها أظن بعد الحادثة دي أوعى تطلعي سر جوزك بعد كده مهما كان لأي حد إن كان. فشفتوا السيدة عائشة عاملة إزاي؟ نصيحة للستات غالية أوي أوي أوي.